طيب الحكومات كما أسلفت حضرتك وذكرت أنه هي مهمتها الأساسية هي مواكبة هذه الرقمنة والعالم الرقمي وتطوراته بالكثير من التشريعات والقوانين ورسم للخطط والاستراتيجيات. ليس هذا حديثنا، بل حديثي أنا عن هذا المجتمع. يعني نحن في مجتمع اجتماعيا، كيف تنعكس علينا هذه التكنولوجيا التي تدخل إلى بيوتنا بدون استئذان؟ لا لا لا، سأذهب معك عنصر بعنصر. ففي الأول شيء يعني فرض نفسه علينا بكل ثقله اليوم، تجد يعني ناس على مستوى معين تعليميا يعني ويحمل جهاز هاتف بأحدث صيحات التكنولوجيا، فيه الملايين من التطبيقات التي لا نعرف 90% من هذه التطبيقات ما فائدتها ولا ما أدوارها. المهم على أننا نستعمل هذا الجهاز. هذه فقط هذه المعلومة لوحدها فيها دلالة. نعم بالفعل، كما قلت فهناك يعني المجتمعات أصبحت مستهلكة، وهناك من يخطط لأن تكون هذه المجتمعات يعني مستهلكة. ولكن هل تفهم سيدتي بأن هل تفهم ما تستهلكه، أم أننا هكذا نستهلك فقط؟ هناك بعض المجهودات الفردية وبعض المجهودات الحكومية التي تحاول أن تؤطر الفرد والأسرة والمجتمع، وحتى يعني بعض القطاعات يعني الحساسة كقطاع التعليم أو القطاعات مثلا التي يعني المنتجة. إلا أن كما قلت بأن سرعة التكنولوجيا للأسف تفوق بكثير يعني سرعة تفكير المجتمع وسرعة تفكير الأسرة بالخصوص. فحتى يعني لاحظنا بأن في العشر سنوات الأخيرة فأن حتى يعني الأجهزة التي اقتنتها الأسر واقتنتها الشركات واقتنتها المؤسسات مثلا العمومية في يعني في الاستعمالات اليومية في المكاتب وفي يعني في العمل اليومي أصبحت متجاوزة اليوم، عندما يعني اضطرينا إلى يعني استعمال الأجهزة التي يجب أن تستقبل التكنولوجيا الخامسة للاتصالات 5G أو كما يصطلح عليها. وبالتالي يعني هناك يعني لابد نقول هناك إرادة مسلطة على يعني استهلاك مجموعة من التكنولوجيات دون يعني أن نعلم إلى أين تقود الفرد والمجتمع. المهم بالنسبة للفرد، تفضل تفضل. نعطيك مثال بسيط، وهو أن الهاتف المحمول الذي يعني يباع تقريبا نعطي مثال بسيط مثلا 1500 درهم، فهو يعني ثمنه الحقيقي يفوق 5 مرات يعني هذا الثمن. الكلفة يعني؟ يعني هناك الكلفة لأنه فيه معالجات، والمعالجات يعني مصنوعة من الذهب وفيها تكنولوجيا دقيقة ويعني مسائل أخرى تجعل تكلفته الحقيقية أكبر بكثير يعني من التكلفة التي تباع بها إلى الفرد. وبالتالي نطرح السؤال لماذا؟ لأن يعني الشركات الكبرى التي تبيع هذه الأداة هي لمحاولة توظيفه في أن تجعل يعني الفرد بالخصوص كمستهلك لمنتوجات ستأتي فيما بعد. فيما بعد. بالتالي هذه هي الخطورة.